بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم دلوقتي على الاوبشن، فهنجد فيها المنيو اللي هي بتاع الخاصة بالاوبشن، هنجد فيها فيوينج، في سيرفس شيدنج، فيها سيميوليشن اللي يهمنا فيها او اللي هو السيميوليشن. ففي السيميوليشن بيجي بيقول لي التول كولر، وفي شو هولدر، وفي تقدر ايه طبعا تشوف الحاجات دي حسب الاخراج اللي انت عايز تشوف شكله ايه. بنيجي يقول لي ايه الستيتس فيها، في الفيد يكون موجود، في السبيد، في التايم، كل الحاجات دي انا بحبها تكون موجوده قدامنا زي ما هنشوف في الاوبريشن ليست. في الامور دي كلها بتبقى موجود ال2D وال3D. لو جينا هنا عشان اظهار التفاصيل الداخلية، لو أنا بشتغل على جزء وفي التفاصيل الداخلية سبيشال يا شباب في عملية التيرنينج، فدي بتبقى كويسة جدا إن أنا بعمل 3 of 4 view with less ID work اللي هي internal diameter work، لما يكون الشغل الداخلي فبيعمل قطاع يظهر لي التفاصيل الداخلية اللي موجودة لما أعمل عملية التشغيل. هنا بنجد عندنا في تاني resolution، طبعا حاجات بتتعلق بالappearance بتاع السكرين اللي انا شغال عليها. في هنا نجد ان عندي بيقول لي الشادو كواليتي، بيقول لي اذا كان نان ولا بور ولا good and so on. لو انت غيرت حاجات وعايز ترجع حاجة للشكل الاصل او للديفولت بتاعها، اعمل ريسيت ترجع كل حاجة زي ما كان. يقول لي show animation prior 2D 3D simulation، اذا كنت عايز يعني تشوف الانيميشن هيبقى شكله ايه. لا انا بفضل الديفولت اللي هو موجود. اوكي، دي اللي هي ايه ال 2D وال 3D animation اللي هي موجودة في السيميوليشن. الكالرينج في الديفولت كالرز، فانت بتقدر طبعا تغير زي ما انت عايز. افرض ان انت الفيتشرز ليها اللون ده، فانا لو عايز اغير اللون بقول له مثلا مور كالر، وبختار اللون اللي انا عايزه اختاره اهو، وبقول له ايه ريسيت او ابلاي. لو انا عايز ارجع الحاجة اللي عايز اعمل ابلاي بهو غير ايه الفيتشرز، زي ما شفت الفيتشر اتغيرت لهذا اللون، يبقى اذا بدل ما كانت باللون اللي هو اللي هو البريفيوس اصبحت باللون اللي هو موجود قدامنا ده. فانا طبعا ايه بقدر اغير كل فيتشر من الفيتشرز الموجوده في الكيرف، يعني شوف الكيرف معمول باللون الازرق، من الممكن ان انا اغير انسون الستوك دايما بيبقى باللون الازرق، اقدر وهكذا اقدر اعمل ايه التغيير. انا هخلي كل حاجه زي ما هي، فاقول له ايه شكرا، وارجع تاني اروح على الاوبشنز واجي اشوف عندي مثلا السنابينج مود. انا طبعا طلعت السنابينج مود لان بنشتغل بها كتير لما نيجي نعمل اي كيرف، فبتبقى قدامنا وهي دي اللي موجوده، وبقدر اخد منها اي سناب لاي نقطه معينه زي ما احنا شايفين. بنعمل سناب لانترسكشن، سناب لميد بوينت، سناب لاند بوينت، سناب تو كوادرنت، وهكذا. بقدر ايه استعمل الجريدز، اقدر اعمل جريد اون وجريد اوف اند سو اون. دي اللي هي ايه موجوده في السناب. تعالى عندنا ايه تاني، السنابينج جريد. دي بحدد فيها الجريد اولا الاكس اورجن والواي اورجن اللي هم ايه 0 و 0. الاكس سبيسنج انا شغال خد بالك بالمليمتر، فبيقول لي الاكس سبيسنج 5 ملم، الواي سبيسنج 5 ملم، اللينث بتاع البارتس 120، اللينث الاكس بتاعه البارتس 120 والواي 100 اونلي. هنا يقول لي ايه جريد ريسايز تو تو ماتش بلوك ان ستاندرد فيو، فهو موضع بيقول لك الجريد كمان ديسبلاي اوتوماتيك. خليها اوتوماتيك، هي بتبقى موجوده، وبعدين انا بقدر اني انا اعمل لها اون واوف مني. بتساعدني جدا الجريد لما اجي اعمل ان انا اعمل ابني اي جزء، ان انا بقى استطيع ان انا عارف ان المسافه ما بين الجريد والثانيه 5 ملم، فبقدر اتحرك من خلال هذا الجزء. خلاص،
يبقى اذا هنا زي ما انت شايف بيقول لك ايه اوتوماتيك بتمشي مع الايه، يبقى ايه ادي ايه الجريدز اللي ايه احنا عاملينها عشان نقدر تساعدنا وتورينا ازاي. يعني شوف زي انا عامل اللاين ده، انا عملت اللاين ده بدات من الجريد اللي هنا وانتهيت عند الجريد، لان انا عارف ان الجريد دي ب 5 ملم، فقدرت ايه اتحرك في الجريدز دي واقدر اعرف المسافه اللي انا همشي. طيب عندنا ايه تاني في الاوبشن؟ عندي في الاوبشنز في الفايل اوبشنز، ودي تعرضنا لها وعرفنا ايه اللي فيها. الديسيمال بليسز تقدر تحدد هاو ميني ديسيمال بليسز في بيقول لك في الانجليش اللي هو في الانش، يعني الوحدات اللي هي بالانش، وفي المتر. والله عايز تغيرهم بتقدر تغير ايه نمبر اوف ديسيملز زي ما انت عايز من هنا، وطبعا التغيير بيتم بيبقى على طول في اي بعد موجود. يعني انت شايف زي ما انا شغال هنا بيقول لي 90 00 0، يبقى اذا انا ايه خدت 3 ديجيت في المليمتر و3 و4 ديجيت في الانجليش او اللي هي الابعاد اللي هي بالانش. عندي كمان موجود في اخر حاجه اللي هي save on settings on exit. save on exit فيها ميزة ان انا حتى لو نسيت ان انا اعمل save فانا بعمل check على save on exit، يبقى هو ايه بيعمل لي save للبارت. في الادنز بتبقى برضو موجودة عندنا كoption لو انت عندك ادنز عايز تضيفها على البرنامج. شكرا، بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، نراكم ان شاء الله في المقطع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.